هلا والله بالشباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ رجعت لكم فيديو جديد، واسف على التاخير لان صار لي هواي ما ناشر، بس كان السبب انه تمرضت وصرت مو زين. المهم انا قررت اطور قناتي وانشر فيديوهات حلوه منها هيج، بس المشكله وين؟ انه ما عندي فلوس. فاني عندي يعني جامع بالحصاله مالتي مبلغ معين، ما اعرف ايش قد الحقيقه، بس نويت اليوم اشارككم بيه وراح افتح الحصاله. راقبوا ويانا ايش قد يطلع يعني تقريبا الفلوس. ان شاء الله هواي، حتى شنو اشتري ميكروفون وهم اجمع واشتري ايفون، لان شو اسمه التليفون تصويره مو حلو. وحاليا راح اخذ الحاسبه مال ابويا واكمل عليها حتى اجيب لابتوب مرتب وانزل لكم يعني شغل مرتب ان شاء الله. طالب بس شنو الدعم واشتراك بالقناة وسوي لايك، وحاول تنشر الفيديو اللي تشوفه حلو، تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي او يعني انت لاصدقائك تبعثه وتسوي له مشاركة. ظلوا ويانا يعني نشوف ايش قد انا جامع مبلغ بهاي الحصالة. يا الله، يلا بسم الله راح نبدأ نفتح الحصالة. المشكلة شنو؟ المشكلة أنا ما عندي فلوس، وصار لي تقريبا شهر وشوية ما حطيت بها فلوس هواي. آسف لأن لزمتها برجلي، بس بداية ما تنفتح. إذا ما تلزم رجليك تقدر، حاول افتحها بيد واحدة. ان شاء الله يطلع بها مبلغ زين اشتري تليفون جديد غير هذا، لان ما يصور زين. بسم الله، رجعت لكم حبايبي. كل ما اصور شوي يجيني واحد يخرب التصوير، اعذروني، بس شوي يصير عندي مكان اصور بعيد عن هاي البشر، خصوصا الاطفال مزعجين بشكل. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، شنو معروفات. طلع من 25ات فرقت، كان نحسبها ايش قد نبدأ بال25ات ما في دول حمص فتشي حلم كل عراقي فقير يعني مو قل. فلوس تقير النفوس ما شاء الله. ماكو واحد واحدة حمراء؟ هاي ما شاء الله، ماكو واحد واحدة حمراء؟ ماكو احسن دنج قد 150، ما شاء الله ما شاء الله. ما توقعت اجمع هيك مبلغ باقل يعني شهرين. المهم ان شاء الله مستمر وياكم بهاي قناتي، وراح استمر واحاول اطور من نفسي هواي ان شاء الله. راح اركز رغم انه انا مشغول دائما وعندي شغل، يعني ما نادرا ما اصور بالنهار، دائما بالليل
بسبب شغلي، لأن النهار كله اشتغل ما اقدر.